السلام الله عليكم جميعا، نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير، تكون في احسن حال، في صحه جيده. مرحبا بكم معايا اليوم في الاكله اللي غنقدم اليوم، اللي هي غادي ندير الكرعين ديال الغني بالحمص. عندي هنايا الكرعين بعد ما شوتهم وحكيتهم، هادو ماشي محروقين، محتاج الحولي رجليه كحل، وقسمتهم على هذا الشكل، هذا نظفتهم مزيان. هذا راه ماشي، هانتوما باش تعرفوا راه الحولي رجليه كحل. هنا عندي غير ربعه ديال الرجلين ديال الغنمي، كتسمو حنا فراقش. هذه اكله شتويه كي تعرفوها بامتياز، ولكن انا قلت دابا الصيف، وكانوا كندبحوا واحد الناس وعطوني الراس والكرين، عارفيني مغربيه تنحمق على هادشي، وخليتهم في الفريكو. دابا اليوم شي 15 يوم مورا العيد جبتهم، وليت ذوبت منهم الثلج وغسلتهم مزيان. اللي غنحتاجو فيهم كي قلت لكم هادو الكرعين، عندي هنا القزبر والمعدنوس والثومه، هنا عندي البصله محكوكه حكيتها. كاين الناس اللي تدير البصله، كاين اللي ما تيديروهاش، كاين اللي تيديروها مشلة دقيقه، انا تتعجبني بصراحه هاد البصله فيهم. هنا درت زلافه ديال الحمص، كل واحد على حساب اللي قدتو ليله كامله. طبعا معروفه نهار الكرعين اختي خسيبات عندنا الليله كامله. عندنا في الحطيه عندنا البزار، عندنا البابريكا، عندنا الخرقوم، عندنا الزنجبيل اللي هو لا اله الا الله اللي تيتخلطوا ليه، اللي هو سكنجبير، وعندنا الملحه. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. انا ما عنديش الكوكوت، ما عنديش الطنجره ديال، ما عنديش الكوكوت، غادي نديرهم غير في طنجره عاديه. كاين اللي تيديرهم بالزبيب، كاين اللي تيديرهم كل واحد على طريقته. غادي نحط الكرعين، انا غادي نحط الكرعين هما الاولى. غادي ندير فوق منهم هاد البصله مشلضه على حسب، كاين اللي قلت لكم تتعجبو البصله، كاين ما تتعجبوش، انا تتعجبني فيهم البصله. غادي نديرو الربيع القزبر والمعدنوس، غادي نحك الثومه بسم الله، اللي عنده الهشوار يقدر يحك الثومه. شوفوا انا صبعي تضرب الحكاكه الثانيه فين حكيت البصله قاسيه بزاف، ردوا البال معاهم. هادو ديال الحديد حتى ديال البلاستيك تيضروا في اليد، ماضيه بزاف جرحت ليدي. هما الكرعين راه تيبغيو الثومه، انا هي درت خمسه ديال الدرانس، ولكن راهم غير صغار ماشي كبار. قلت لكم انا ما عنديش الكوكوت، عندي غير طنجره عاديه، نتمنى يطيبوا ليا دغيا، محتاج تتعدى في الطياب، ما تطيبليش الماكله دغيا. وهنا عندهم يعني طنجره الضغط ديال الكوكوت غاليه بزاف. هنا كنا في مصر غاليين بزاف، عندهم الالات الكهربائيه. كاين شي عرس حدانا ديال السودان، السودانيه الله يكمل عليهم بالخير. كي قلت لكم هنا باش حكيت البصله، الحكه ديالت هادي قاسيه بزاف ضراتني. حالا غادي نحطو عندي العطريه بسم الله، راه كاين اللي تيدير فيها تا غادي ندير البزار معلقة صغيرة، غندير معلقة صغيرة ديال البابريكا، كل واحد
واللي عنده تاق قزبر يابس بغى يديرو يديرو. غادي ندير معلقه صغيره ديال سكينجبير، سكينجبير راه الكرعين تاي بغيوه. غندير معلقه ديال الكركم، كل تيدير فيها تما كاينش، كل واحد على حساب اللي تيبغي، كل واحد على حساب يعني شنو تيطبخ. هاد الملحه هادي ندير معلقه ونزيد فيها شويه، لان ما تطلقش هي الملحه ديالتها بزاف، ما عرف هاد الملحه اين نوع. يا رب. غادي ندير تقريبا نص كاس ديال مخلطه ديال ما بين زيت نباتي، زيت الروميه وزيت الزيتون. تجي ريحته زوينه. صافي برك الزيت. غادي نضيف عليه الماء. كي قلت لكم كاين اللي تيبغي يدير تا مطيشه، اما ديال الحق ولا محطوطه، ربما ما عرف نقدر نديرها في الاخر. المهم غتبعوا معايا المراحل، الا درتها غتشوفوني، ما درتهاش انا كنت في صراحه بلاصه نديرها، ولكن المره قررت ما نديرهاش. المهم غادي نضيف الماء الكافي عليهم. وغادي نخليهم نحطو عليهم يطيبو. هو راه ما تيبغوش الماء، ما تيبغوش النار بزاف عاليه الكرعين، لان الا كانت النار عاليه بزاف راه ما تيطيبوش دغيا، اختي خصهم النار تكون مهيله. اللي عنده الكوكوت بالنسبه غير تبدا تصفر الدور صافي يولي يطفي عليهم. دابا غادي نخليهم يطيبو شويه نص طيبه باش نلوح فيهم الحمص. هانتوما بعد ما تقلات لي مزيان شوف، غادي نزيد الحمص، لان هاد الحمص دغيا تيطيب، فهمتوا داكشي باش ما حطيتوش معاه. كي قلت لكم ما عنديش الكوكوط، غادي نضيف الحمص وغادي نزيد عليها المرقه شويه، يعني القياس اللي باش يطيب فيه الحمص، لان الحمص غادي يطيب دغيا دغيا. صافي غادي نكفي عليها، غادي نسد عليها عفوا. والحمص راه غيا دغيا، شوفوا عرفتوا واحد الريحه فيها جات زوينه تبارك الله الكرعين، سبحان الله عندهم. هانتوا راه دخلوا الطياب، ولا ما توقعتش، قلت ما غاديش يطيبوا ليا دغيا، قلت محال، لان حطهم غير على، لان حطهم عاوتاني راه حطهم على نار هاديه. دابا صافي ان شاء الله غير يكملوا الطياب ونولي معاكم. وكان هذا هو الطبق ديالنا كي تتشوفوا، ديال الكرعين ديال الغنمي بالحمص، كي تيجي معلك ومرقته ملبيه تيجي غزال في المذاق. نتمنى تجربوها، تبارك الله راه ما شاء الله المغربيات راه حادقات. كان هذا هو الطبق ديال اليوم اللي شاركته معاكم، ما شاء الله الكرعين طيبين، كل شيء جاي زوين، ريحته جايه غزاله تبارك الله. نتمنى تدعموني بلايك وشيرك والضغط على جرس الجرس فضلا وليس امرا منكم، باش توصلوا بكل الجديد اللي نزلته على القناه. دعموني كي تتعرفوا القناه عندي راها ما بقتش خدامه مزيان، فضلا وليس امرا منكم، بارطاجيو لي مع الاهل والاصدقاء. شكرا لكم، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا لكل من كان معايا من اول مقطع حتى لاخر المقطع، جزاكم الله خيرا. ما تنساوش ما تنساوليش اللايك فضلا وليس امرا منكم، تعليق زوين بحالكم، وشكرا لكم، الله يسر اموركم وجزاكم الله خيرا، دمتم سالمين، الى اللقاء في مقطع جديد ان شاء الله، في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله وحفظه.